هتسألوني أنا قاعدة مربعة ليه؟ عشان النهاردة إحنا في حضرة العلم، والواحد لما يبقى في حضرة العلم لازم يربع إيديه. كلنا بنقول نفسك تطلع إيه يا حبيبي؟ دكتور؟ نفسك تعملي إيه لما تكبري؟ مهندس الديكور؟ سؤال بنسأله للولاد والبنات، وغالباً بعد شوية سنين بيتحول الرأي وبتختلف الشخصية وتتغير الإجابة. أما هو بطل الحكاية كان عنده غاية ومصمم عليها، هتعلم وأعلم وانقل العلم لكل إنسان، ويوم ما موت هفضل حكاية تتحكي في كل البيوت. علي مصطفى مشرفة اسم حكاية مصرية تشرف، حكاية واحد قدر يكون الغايب الحاضر في عالم فيه كتير حاضرين بالاسم لكن بالفعل غايبين. تعالوا نعرف حكاية رائد النهضة العلمية وأينشتاين العرب زي ما أطلقوا عليه. علي مصطفى مشرفة اتولد في دمياط سنة 1898، عاش في حضن أمه مع إخواته الأربعة ومتهني في عز أبوه. ما هو مصطفى مشرفة كان من أكبر تجار القطن في دمياط وأغناه، وعلي الابن البكري كان طالع لأبوه شاطر. صحيح كان أصغر طالب في فصله، بس طلع الأول على الجمهورية في الابتدائية سنة 1910، لكن السنة دي زي ما فرحته زعلته، لأنها خدت منه أبوه، وتحول علي من طفل بيجري ويلعب وعايش في رفاهية لراجل صغير عمره 12 سنة مسؤول عن أمه وإخواته، خصوصاً بعد ما عرف إن عز أبوه راح معاه، لأنه خسر كل أرضه وماله في مضربات القطن سنة 1907. لكن الدنيا ما بتقفش، اتنقل علي مع اخواته للقاهرة وعاشوا مع جدتهم، وكبر علي ونجح في الثانوية العامة أو البكالوريا زي ما كانوا بيسموها سنة 1914، بس مش أي نجاح، ده كان التاني على الجمهورية أو مملكة مصر زي ما سماها الملك. وزي ما بيحصل دلوقتي، هتدخل طب ولا هندسة يا علي؟ لا أنا هاخد، عايز أدخل كلية المعلمين العليا عشان بحب الرياضيات. ولما اتخرج طبعاً كان الأول، وديت له وزارة التعليم منحة مجانية عشان ياخد البكالوريوس من جامعة نوتنغهام في إنجلترا سنة 1917. بس أثناء دراسته قام ثورة 19، وقرر علي وقتها إنه لازم يرجع بلده عشان يشارك في الثورة. وفعلا بعد جواب الكلام ده لصديقه محمود باشا فهمي النقراشي اللي كان من زعماء الثورة، لكن النقراشي قال له كمل، احنا محتاجينك عالم تساعد بلدك وتخدمها بعلمك في الجامعة احسن من ثورتك في الشارع. وفعلا خد شهادته في 3 سنين بدل 4، فوافقت الجامعة المصرية انها تديله منحة دراسية تانية عشان ياخد الدكتوراه من جامعة لندن. وسنة 1923 خد علي الدكتوراه من كلية كينجز كوليدج في لندن، وكان المشرف عليه العالم الفيزيائي تشارلز توماس ويلسون اللي خد جايزة نوبل للفيزياء. مش بس كده، علي كان أول مصري يحصل على دكتوراه في فلسفة العلوم، ودي كانت أعلى درجة علمية في العالم، وما خدهاش ونجح فيها غير 11 واحد بس في الفترة دي. وأخيراً رجع علي مشرفة لمصر وتعين مدرس للرياضيات في كلية المعلمين العليا، ودي ما كانتش حاجة قليلة طبعاً. وبعد افتتاح جامعة القاهرة سنة 25 اتعين فيها أستاذ مساعد، مع إن درجته العلمية تخليه يشتغل أستاذ،
بس مشكلة علي وعكس ناس كتير إن سنه كان دايماً أصغر من الحد الأدنى لأي منصب، وفي نفس الوقت علمه ومقدرته أعلى. علي طبعاً ما كانش ده حلمه إنه ياخد مناصب أو ترقيات وخلاص، بالعكس هو كان مهتم بالعلم أكتر من أي منصب أو تشريف، لدرجة إن الملك فاروق إداله لقب البشوية، لكن هو ما طلبش ده ولا حتى فرح بيه، ويقال كمان إنه رفضه، ويمكن ده السبب اللي خلى الملك يرفض دعوة معهد العلوم المتقدمة في أمريكا لما طلبت إن الدكتور مشرفة يكون أستاذ زائر في جامعة برينستون سنة 47. علي بدأ ينشر أبحاثه العلمية من وقت ما كان في لندن، ما كانش كمل 25 سنة، من بداية رحلته نشر 25 ورقة بحثية في المجلات العلمية عن نظرية الكم ونظرية النسبية والعلاقة بين الإشعاع والمادة، ونشر حوالي 12 كتاب علمي عن النسبية والرياضيات، كان بيحاول يبسط فيهم العلم عشان المواطن البسيط يفهم، وترجمة كتبه لغات مختلفة زي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبولندية، هو نفسه ترجم 10 كتب في علم الفلك والرياضيات إلى اللغة العربية. ومش بس كان مهتم بالعلم بتطويره، ده كمان كان مهتم بتاريخ العلم، وساعد تلميذه محمد مرسي أحمد في نشر كتاب الخوارزمي في مجال الرياضيات. الفكرة إنه بكل إنجازاته العلمية دي المنطقي إنه أكيد كان متفرغ، بس المبهر بقى إنه كان موهوب في حاجات تانية كتير وكلها عكس بعضها، هي العبقرية كده شقلة على بعضها. يعني مثلا كان متمكن جدا من قواعد اللغة العربية، وكان بيحب يحضر مناقشات والمؤتمرات الأدبية، وكان له مناظرات أدبية مع الدكتور طه حسين وعباس العقاد، وعمل جمعية سياسية اسمها شباب مصر، فيها مجموعة كتيرة من المثقفين والعلماء، كان هدفها زي جامعة الضباط الأحرار إن مصر تتخلص من الملكية والاحتلال وتبقى جمهورية مستقلة. كمان كان عازف كمانجا وبيانو شاطر جدا، وألف كتب عن الموسيقى المصرية، وكون الجمعية المصرية لهواة الموسيقى سنة 1945. يعني كان بيعمل جمعية لهواة الموسيقى في نفس السنة اللي بدأ يعمل فيها أبحاث عن الذرة، وكان واحد من القليلين اللي عرفوا سر تفتيت الذرة، وحارب استخدامها في الحروب، وأول عالم يكتشف إن الهيدروجين ممكن يتعمل منه قنبلة نووية، بس ما كانش عايزها تتعمل، وحذر كتير من استخدام العلم كوسيلة للتدمير. بس طبعاً لما مات بعد كده أمريكا عملتها وبعديها روسيا، ومش بعيد إن أبحاثه في الذرة واللي اكتشفه كان سبب في موته أو اغتياله، زي ما اتنشر في تقارير صحفية لما مات سنة 1950، وقالوا إنها كانت عملية من عمليات الموساد الإسرائيلية ضد العلماء العرب الباريسيين، وأخبار تانية قالت مات مسموم، أو إن مندوب من الملك هو اللي اغتاله بعد ما الملك عرف إنه كان بيحاول يقصيه عن الحكم. محدش أكد حاجة لحد ما اتنشر كتاب من تأليف شقيقه الدكتور عطية مشرفة بينفي تماماً كل الشكوك دي، وبيأكد إنه مات في بيته وعلى سريره، أياً كان السبب فالنتيجة واحدة إنه مات الله يرحمه. كل العالم حس بخسارة علي مصطفى مشرف، مش بس مصر، وأولهم أينشتاين اللي كان دايماً بيراسل الدكتور مشرفة، وفي فترة ما استفاد أينشتاين من آراء مشرفة في تطوير نظريته عن النسبية. لما مات أينشتاين قال إن العالم كله خسر قيمة كبيرة، وإنجازاته مش هتتنسي، وإنه هيفضل عايش بأبحاثه. الحكومة في إنجلترا عملت منحة تعليمية لدراسة الدكتوراه، واسم المنحة نيوتن مشرفة للدكتوراه. هيفضل الدكتور علي مصطفى مشرفة
مثال للعبقرية. في كل مرة هندخل قاعة المحاضرات اللي باسمه في كلية العلوم جامعة القاهرة، وفي كل مرة هياخد الطالب الأكثر تميزاً وذكاءً في الرياضيات المكافأة السنوية اللي باسمه. مشرفة كإنسان مات، لكن مشرفة الفكرة والعبقرية اللي سابقة عصرها عمرها ما حد. بيختلف المكان والاسم والزمان، لكن النجاح هو العنوان. الصبر والطموح والمعافرة هي صفات أبطال الحكايات. فيه اللي وصل، وفيه اللي عارف سكته وحاسب خطوته وحيفضل يحاول لو مهما إيه حصل. زي ما اتكلمنا على عالمنا الكبير علي مصطفى مشرف، بنقول إن الحبل لم ينقطع، معايا حد هيكمل المشوار. إزيك يا علي؟ تمام الحمد لله، كويس. احكي لي حدوتك يا علي. تمام. مبدئياً أنا مبسوط جداً مع حضرتك النهاردة في البرنامج. أنا طالب لسه مخلص ثانوي، كنت بدرس في مدارس ستيم، هي مدارس متفوقين. وعامه هو انا معظم الحاجات اللي عملتها وانا في المدرسه كانت يعني اورينتد ناحيه حاجتين، هما الكمبيوتر ساينس والبيزنس. فمن زمان يعني ده كومبينيشن كويس قوي. بس فمن وانا اصلا في اعدادي يعني بدات اللي هو اعرف عن البروجرامنج وكده من وانا في اعدادي. يعني كانت مدرستي القديمه فيها كومبيتيشن كده اسمها فيرست ليجو ليج، كنا مشاركين في المدرسه يعني بتيم كان داخل مسابقه، فانا كنت من ضمن التيم ده. كان حوالي 7 أو 8 من المدرسه كلها، فانا كنت من ضمن التيم ودخلت. 3 سنين في اعدادي شاركت في المسابقه، اتعلمت بقى كتير عن بدات اللي هو اعرف يعني ايه روبوتكس ويعني ايه اتحكم انا في روبوت واقدر اخليه يعمل ميشن معينه وهكذا. بعد كده بعد ثالثه اعدادي بقى سمعت عن مدارس ستيم دي اللي هي بيتقال عليها مدارس المتفوقين هنا في مصر، فقدمت وعملت الاختبارات واتقابلت في المدرسه. لحسن حظي ان انا بعد ما دخلت المدرسه كان في تيم هناك لنفس المسابقه برضو، فقدمت على التيم وطبعا قبلوني بسبب ان انا كنت في المسابقه اللي دخلت المسابقه. فشاركت في المسابقه معاهم، وطبعا يعني كان في ستيم يعني ما شاء الله عقليات رهيبه هناك. فدخلنا مسابقه وساعتها كسبنا مركز اول على مصر في الريسيرش في المسابقه بس. وكنت الفتره دي بقى اللي هو بدات اندمج مع نفسي اكتر واتعلم مع نفسي، اللي هو انا كنت شايف ان انا الباشن بتاعي هو موضوع الكمبيوتر ساينس ساعتها بقى، اللي هو انا حابب برمجه جدا وموضوع الروبوتكس، وحاسس ان حاجه انا قادر يعني بفكر واطلع اللي انا عايزه في حاجه زي كده. فساعتها بدات اخد كورسات مع نفسي كمبيوتر ساينس بقى على النت، واشوف كورسات من جامعات وهكذا، لحد ما الموضوع اتطور شويه. بدات افكر في فكره ان احنا عندنا في المدرسه ناس كتير عندها نفس الانترست اللي هي كمبيوتر ساينس وبتعمل بروجكتس حلوه، بس ما فيش حاجه تجمع كل الناس دي مع بعض. يعني ما فيش حاجه تجمع، مفيش مشروع عمومي يلموكوا كلكوا، كل واحد في حتته. وحتى المنهج المدرسه او مناهج المدرسه عموما في التكنولوجي فهو بيدرس الموضوع بشكل كونسبشوال، مش هيعلمني ازاي ابيلد بروجكت، لان هو موضوع محتاج يعني صبر وغلطات بقى وايرورز طبعا ترايل اند ايرور كل المشاريع كده. ففكرت ان انا اعمل حاجه اسمها هاك كلاب في المدرسه. هاك كلاب ده هو عامه هو بدا في امريكا من كذا سنه، بس انا قدمت واخدت لايسنس ان انا ابدا يعني اخد تقدر تعمله هنا في مصر، اعمل برانش من الكلاب عندي في المدرسه. وهاك كلاب هو يعني عشان الاسم برضو الناس ما تفتكرش ان هو حاجه هاكينج او بنك اكونتس وكده، لا هو الموضوع ان احنا بس بنتعلم كمبيوتر ساينس عن طريق ورك شوبس في المدرسه او نايت سيشنز كده مع بعض، لان انا اصلا مدرستي داخليه كنا بنعمل نايت سيشنز بالليل او حاجه اسمها هاكاثونز اللي هي مسابقات يعني كودنج. بس فبعد ما قدمت وخدت اللايسنس وبدات في المدرسه بدات اللي هو بقى اجمع ناس ونعمل ورك شوبس كده بالليل، نتعلم فيها حاجات جديده مع بعض، يعني بيلد بروجكتس بقى، او مثلا ممكن نعمل جيم مع بعض وهكذا. وبدات الموضوع ده وفعلا الموضوع اتطور. يعني فضلت شغال عليه لغايه اخر سنه ثانيه ثانوي.
وبعد كده بقى بدأت اللي هو سبته لحد تاني عندنا في المدرسة من الدفعة الصغيرة يمسكه، ويعني ترقيت في البوزيشن بتاعي، بقيت دلوقتي كو دايركتور بتاع هاي كلاب ايجيبت، لأن اكتشفنا إن في كذا حد عايز يعمل الموضوع ده في مصر. فأنا من أول الناس اللي عملتها، اللي بدأت الكلاب ده عندي في المدرسة، فمسكت كو دايركتور لهاي كلاب ايجيبت مع الشخص اللي يعني اللي كان بادئ هاي كلاب ايجيبت من 3 سنين، أنا هو بقينا دلوقتي ماسكينه، وبقينا بنشارك في الادميشن بروسيس بتاعت اي كلاب في مصر عايز يتعمل، اي حد عايز ياخد لايسنس ويبدا الكلاب عنده في المدرسه، بقينا بنشارك في الانترفيو بروسيس بتاعته وبنسوبرفايز الكلاب نفسه، وبنحطهم بقى على الطريق. لان انا يعني لما بدات في الاول طبعا قابلني مشاكل كتير جدا، فبنحاول على قد ما نقدر الناس دي ما تقعش في نفس الغلطات اللي احنا وقعنا فيها. بس وده اللي انا الفتره دي شغال عليه لحد ما بدات الكلاب في 5 مدارس جداد ساعه فتره الكورونا. وبعد كده بقى بدات اللي هو مدارس ستيم برضو. الكلابز موجوده في المدارس. احنا لاحظنا ان مدارس ستيم هي اكتر مدارس، مش هقول مستعده، بس اللي هو الناس اللي جوه عارفين عن الكلام ده، عارفين ان فكره ان يكون في كلاب في المدرسه بيكون شكله عامل ازاي. وده بسبب الكوميونتي نفسه بتاع ستيم، هو معودنا على كده. يعني من ساعه ما دخلت المدرسه في مثلا فيزيكس كلاب، في مثلا استرونومي كلاب، وهكذا. فالكوميونتي نفسه معودنا على حاجه زي كده. بس ففي 5 مدارس ستيم جداد دخل فيهم الكلاب برضو من فتره، واللي هو بنحاول ندور برضو وبننشر الموضوع شويه في ثانويه عامه، لان مدارس ثانوي عام بالذات هي ممكن حاجه زي كده تفرق معاهم قوي. طب انتوا انشطتكم في الكلاب غير السيشنز اللي بتعملوها وكده، يعني الغرض منها ايه؟ هطلع نيو بروجرامز، هطلع نيو جيمز، هعمل ايه؟ هي اهم حاجه كوظيفه انها تهيئ الشخص ان هو يعرف اكتر عن الكمبيوتر ساينس، لان الناس كتير قوي يعني بتدي معلومه اكتر للشخص المنتمي للكلب في الكمبيوتر ساينس. بالظبط، يعني فروم زيرو خالص، اللي هو يعني اذا الكلبز بتاخد حد ما عندوش معلومه خالص ممكن، او حد عنده نص معلومه بتكملها له، بتخليه يروح في الكمبيوتر ساينس اكتر. بالظبط، بعمق اكتر. عن طريق يعني اهم حاجه احنا بنفوكس عليها في موضوع الكلابز ان هو لازم هو اللي يجرب مع نفسه. يعني انا مش هقف واشرح له كل حاجه، هو لا ما ينفعش. بالظبط بالظبط، فهو لازم بيجرب ويتعلم مع نفسه ويغلط، وده اللي بيعلمه. يعني هو ده الميشن بتاعت هاك كلاب عموما. وهاك كلاب الفلسفه بتاعته هو باي ذا ستودنتس فور ذا ستودنتس، فعشان كده احنا كل شغلنا مع بعض. يعني حتى مش بنحتاج مدرسين من بره او الكلام ده. يعني من الطلبه الى الطلبه. بالظبط كده. وكمان في حاجة، يعني عامة هاك كلاب اللي بيدخلوا بيبقى في كونكشن ما بينه وما بين الناس اللي بره اللي هم بدأوه في أمريكا. يعني أنا من ساعة ما دخلت في أبلكيشن معين بنتواصل عليه معاهم بره، واللي هو أي حاجة مثلا ناخد رأيهم أو نشوف. أنتوا اللي عاملينه ولا شارقينه جاهز؟ لا لا، هو أي كلاب بيقدم هم بيدوله الأبلكيشن. بيخش ويساين أب عليه وكده، وبيتواصل معاهم بره، بيبقى في يعني كوميونيكيشن ما بيننا. بس فالكلاب ده الابلكيشن عموما او الكوميونيكيشن اللي ما بيننا بيساعدنا ان احنا مثلا بره مثلا في حاجه جديده، او مثلا ساعه فتره الكورونا كانوا عاملين سيريس كده اسمها اسك مي انيثينج، كانت مع ناس مهمه عامه في العالم، هاك كلاب بيعمل لهم يعني بيستضيفهم، وبنبدا كلنا نخش مثلا زوم ميتنج ونبدا نسال الناس دي. كان من ضمن الناس دي كان جايبين في مره الفاوندر بتاع جيت هاب، دي شركه كبيره عالميا في السوفت وير، ومن فترة جابوا إيلون ماسك كمان. إيلون ماسك وأنا كنت يعني أنا فخور إن أنا كنت في الميتنج بتاع إيلون ماسك ده بصراحة. كان سألته إيه؟ بصراحة هو أنا التايم كان ليميتد جدا، فاللي سألوه ممكن يكونوا 5، إحنا كنا مثلا حوالي 100 بس في الميتنج، وهاك كلوب أصلا كبير قوي وورلد وايد، فإن أنا كنت أصلا أكون من 100 دي ده كان بالنسبة لي يعني خلاص. طب الأسئلة، أهم الأسئلة اللي اتسألت لإيلون ماسك؟ أهم الأسئلة اللي اتسألت كان معظمها يعني عن الفيجن بتاعت ايلون ماسك في المستقبل، وهو ناوي يعمل ايه. وكان في ناس بتسال اسئله يعني حاجات انترتيننج قوي، اللي هو مثلا في حد ساله هو انت بتفضل لما تيجي تكتب كود بتفضل السبيس ولا التابز، انك مثلا تستخدم انهي زرار فيهم. فكان الموضوع بصراحه يعني كان فاني جدا. طب انت كنت عايز تساله؟ انا بصراحه كان عندي سؤال، كنت عايز اساله بما ان هو شغال يعني كانتربرنور، شخص شغال في البيزنس نفس الوقت انجينير، فهو ازاي قدر يكتشف الحاجتين المختلفين دول في البرسوناليتي بتاعته؟ وهل يعني الدواليتي اوف برسبكتيف اللي عنده دي ممكن حد يكتسبها مع الوقت ولا لا؟ ما انت واخد كمبيوتر ساينس وبزنس. بس لسه اللي هو مش حاسس ان انا ممكن، يعني مثلا هو ايلون ماسك شغال بالكارير بتاعه الاثنين مع بعض، انا
مش عارف اقدر اعمل حاجه زي كده بعدين ولا لا او في مصر. ف... ليه ما تقدرش؟ عمر ما حد يعوز يعمل حاجه وما يقدرش. عارف لو انا قلت ايه لا مش هينفع مش عارفه ايه بقى انا قعدت مطرح. انما لو قلت هعملها هعملها. ان شاء الله هعملها. بالظبط كده. اتشرفت بيك يا علي. انا اكتر. ولو ربنا اداني العمر احب اشوفك بعد 10 سنين واحد من كبار رجال الاعمال في مجال الذكاء الاصطناعي ان شاء الله في مصر. ان شاء الله. وانا اتشرفت جدا بحضرتك ومبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده في الحلقه. عالمنا بالحكايات مليان وعن عز العرب هيسجل التاريخ من كل الاشكال. عالم ومخترع وفنان. حكايات النجاح ما بتخلص، واللي بيسمع وعايز يتعلم ما بيزهقش. استنوا حكايات كتير لناس عرفت تعمل في التاريخ أعظم تغيير.